فامي مرحبا بكم في فيديو جديد نهار جديد. المهم الاخوه اليوم كاين واحد فيديو سبيسيال غنمشيو حنا السياسيين. مرحبا الاخوان السلام عليكم بعدا كي دايرين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم غادي نمشيو لواحد المدينه غورنا التاي كتعني جبال التاي. المهم غندوز واحد 3 ايام تماك. المهم نعرف السي محمد بالمنطقه واحد البلاصه زوينه صراحه كيكونوا الوديان تماك ربما تلاقينا مع حتى العودان كتلقاهم في المهم في الغابه بحال هكا واحد البلاصه زوينه صراحه. ايوا نتمنوا السي محمد يعجبوا ربنا. المهم الاخوان غنمشيو هاد 3 ايام غنشاركوا كل نهار فيديو انتوما راكم تم بيس ليكم. المهم دابا راه في الطريق بيس. باقيين كنمشيو باقي لينا السياسيين واحد ساعة ونص الاخوان اللي شحال كيلو 115. المهم حنا باقيين كنمشيو صراحة ما مليناش الاخوان صراحة يعني كيما يتشاف مشكلة على كيبان لك صراحة الجو زوين الرك والمطرق. اما الاخوان والله العظيم فين ما مشيت كاين نهور على الطريق نيام خضراء انهار على الطريق. المهم نيا خضراء صراحه شجار. المهم يا سلام. المهم الاخوان غنمشي واحد بليسا هذاك الشيء عاودينا يا سيدي مازال اول مره طاح هنايا بحالكم انتم يعني انتم غادي معنا لينا بلاصه زوينه منهم يعني داكشي اللي بغينا نلقاو نتمنوا هادشي هذاك الشيء اللي كاين اخوان ونتمنوا ما نساوش حتى حاجه تماك نتمنوا نشارك معكم جميع الحوايج تماك هادشي هو اللي كاين اخوان. المهم حنا باقيين دابا في الطريق الله يوصلنا بخير وعلى خير. لا نوصلوا بخير وعلى خير ان شاء الله بيس ليكم كاملين. المهم اخوان دابا يلا وقفنا باقي علينا واحد 60 كيلومتر تقريبا. اجي حدايا السياسيين وهضر مع المشاهدين يا المشاهدات باقي حتى معنا واحد ساعه ونص ديال الطريق. المهم كما تشوفوا معنا عجبوني هاد البلان الصوره انايا عجبتني راهي هنايا ديال البلاد ديال البلاد الله هادي استغفر الله العظيم الا في البلاد. المهم هادي اخوان راه في اخر الدنيا فين كاينه هاد الصوره اخوان كيبان لي البلاد ما كاينش شي بلاصه ما يمكنش. لا اوكي طيب ما كاين والو. المهم صراحه دايرين شي ديكورات هنا زوينين بزاف والله كما تشوفوا معنا. واحد النهار الاخر صراحه هادشي هو اخوان. المهم البلاصه فاش غادي شحال باقي لينا السياسي؟ ساعة ونص انتم تشوفوا الجو هنا اخوان صراحه الجو زوين بزاف. المهم الاخوان كنا كنشوفوا بحال كنا صغار واحد اخونا في الله ديما راكب على الشطابه ديما داير مع راسو
المهم اليوم غنوريه لكم. ها هو جابها في راسو، كان غادي واقيلا بهاد الشطابه حتى تلاقى مع هاد الخشبه. نوري لكم هنا مع الشمس، ها انتم تشوفوا. المهم عجبتنا الاخوان واحد البليصه هنا كما تشوفوا معنا كيبيعوا فيها العسل. يعني العسل واشنو فيه سي ياسين؟ واه كتشوفها في اللوز وهذاك فيه لاكاجو. هذا ما عرفتش شنو السميه ديالو، ولكن حتى هو بنين فيت جربنا. المهم بحال المذاق ديالو بحال لاكاجو. هذا الشيء صراحه هذا الشيء عندهم زوين بزاف. ها هو شفتو هو خير. من بعد 4 سوايع ديال الطريق 500 كيلومتر اللي ضربنا. المهم الاخوان اللي عاد وصلنا للدار، معنا السياسيين. السلام عليكم السياسيين. ايوا بخير وعلى خير، وصلنا دابا مرتاحين الحمد لله، نوجدوا العشيوه ديالنا وداكشي. وهو هذاك المهم فيق الصباح الجو كيكون هنا صراحه. بغيت نصوريكم برا الصراحه الاخوان جد جد جميل هنا، كاين واحد النهر هنا صراحة. غدا ان شاء الله غنوضو مع الصباح بكري وندوزو وقيت الدمار شي ياسين ونشاركو مع الاخوان. دابا خاصنا نوجدو العشاء ونستارحو شوية. المهم يلا عاد فقنا. المهم الاخوان غنعرفوكم على البلاصة صراحة. الليلة دازت زوينة بزاف، الهدوء هنا كتسمع غير الصوت ديال الماء والعصافير. كيما تشوفو معنا هنا كاين واحد الواد، ماشي واد هو نهر صراحة. الجو زوين، البليصة مهمة اخوان. كيما تشوفوا معنا السياسيين صباح الخير الاخوان. بغينا نديروا واحد التركيلة بالبيكالات هنا وسي محمد كما كتشوفوا. مهم صراحة الجو زوين، بغينا نديروا شي عومة ثانية. والله العظيم الاخوان دازت واحد الليلة يا سلام. كتسمع مع الصباح، كتسمع الاصوات ديال العصافير، الصوت ديال هذا النهر اللي دايز من هنا. كما تشوفوا معنا الماء زرق الاخوان قدامي، والماء يجري قدامي. استنى نوري الاخوان. انا بعيدا معاك اودي البليصه فجينا الاخوان صراحه. الجو زوين بزاف، نهبطو لهاد النهر نعرفوكم عليه حتى هو صراحة. الإخوان غنضربو فيه شي عومة. صراحة الماء موجود، الله اللهم بارك. المهم الإخوان خليكم معنا، غنمشيو بليصات اخرين. دابا غنمشيو للبيكالا. ها من جينا الله ما عقلت. المهم اخوان واحد الدوره خفيفه مع السياسيين بالبيكالات فهاد البلاصه فاش جينا، يسمى بجبال الالتاي. السياسين جبال الالتاي ايه اخوان هادشي باش كنقول لكم سافروا، راه الحياه زوينه بزاف والله العظيم. ودي السياسين ايك السياسين كل هذوك الناس صراحه الجو زوين، الحياه زوينه اخوان. بنادم يدور مع راسو دور
نعيش الحياة. لا ما نكرباش أنا. أسي ياسين. أنا أسي محمد. قول لنا كلمة الله يربحك. الله يسهل الجميع. الله يسهل الجميع ولكن الله يسهل الجميع. المهم إخوان سافروا سافروا اللي عنده الاستطاعة. جات الفرصة يسافر. هادشي كاين الحياة زوينة بزاف. أجي من هنا. المهم الاخوان هذه هي البليصه فاش جينا كما تشوفوا معنا الدويرات هنا زوينين بزاف كلشي مبني بالبلانش صراحه الجو زوين والله الدار كامل بنيها غير بالبلانش كما تشوفوا معنا تمشاو واحد شويه هنا بجانب هذا النهر الجميل بغينا نعومو كاع انا بالي لا بغينا نعومو بغينا نديرو الاصدقاء هذاك التشالنج اللي يقول لك لا تضيع الماء هذاك الصيال ديال الماء اللي غتخوي عليك لا هاني هذاك راك عارف المهم الاخوان وصلنا للفن ديال الفيديو نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم صراحه نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الجو اللي هنا وهذا الصوت ديال الطيور الجو زوين بزاف هنا اخوان المهم كل نهار فلوغ بيس ليكم اللي عجبو الفيديو دير لايك شي كومونتير في حقنا زوين وبيس ليكم كاملين وشاركوا مع الاصدقاء زيدوا دعمونا ابوني وراك عارفين مع اخوان فيديو جديد ان شاء الله فهذا البلاصه هانيت ولكن بشكل اخر بيس ليكم كاملين نهاركم برو المهم اخوان هذا هو البانيا الحمام الروسي كما تشوفوا معنا اخوان بالنسبه لهذه كيجيب واحد الماء سخون كيديروا فيه واحد شعشوب كتنعس وكيرشوا عليك بحال هكا صراحة جربتها ماشي مرة ماشي الصراحة زوينة بزاف وفي الوقيتة ديال البرودة كتسخن وكتخرج التلج هالأدوات ديال الحمام
ديال الماء. وبالنسبه لهاد العود اوريجينال ما يتحركش، وهاد البلاصه كيدار فيها الماء. وبالنسبه هنا لشي حجر اللي كيبان لكم، هاد الحجر يعني كيخو عليه واحد الماده ثاني ديال العشوب، كيرشوا على هاد الحجر وكيعطيهم واحد السخونيه كتحس بها تدخل مع الجسم ديالك. صراحه زوينه بزاف، كل شيء بالبلانش اخوان. هاد البلاصه اللي كيشعلوا فيها العافيه هي هذا الدوش.